بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. منذ اليوم الأول لانحياز القوات المسلحة لثورة الشباب في 11 أبريل الماضي وحتى اليوم، دخلت البلاد شهرها الثالث وهي تعيش فراقا دستوريا شاملا من دون توافق سياسي على وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية. ويرجع ذلك لتعثر التفاوض بين المكون السياسي بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق ونظامه. وخلال هذه الفترة تم تعيين ولاة كلفوا بإدارة الولايات، ويسير الدولة بالعمل بالبلاد بصورة مرتبة. القرارات التي تصدر أحيانا دون الاستناد إلى نص دستوري يعترف به في عالم الدساتير كما يرى بعض أهل القانون والفقهاء الدستوريين في ذلك. فإلى متى يظل السودان قابعا في فراغ دستوري تتضرر منه مصالح البلاد والعباد داخليا وخارجيا؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفي من داخل الاستديو في برنامجكم قضية ومرافعة في حلقة بعنوان الفراغ الدستوري في السودان إلى متى. أرحب بضيوفي البروفيسور صلاح الدومة، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية. مرحب بك بروف. أهلا وسهلا، مرحبا. كما يسعدني أن أرحب بسعادة الفريق حنفي عبد الله محمد، الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي. مرحبا بك سعادة الفريق. عليكم السلام، وأهلا بالمشاهدين وأهلا بقناة أم درمان. مرحبا بكم. نحن في هذه المساحة نسلط الضوء في هذه القضية التي هي تشغل الرأي العام الآن السياسي والعالمي، حتى قياب الترتيبات التي تتعلق بشأن الحكم في البلاد وهذا الفراغ الكبير. بروف الدومة، في البدء لو تحدثنا عن تاريخ السودان بصفة عامة، هنالك عدد من الثورات في الفترات السابقة منذ 58، هنالك عدد من انقلابات العسكرية. هل شهدت البلاد على مدى تاريخها الطويل فراغ دستوري طويل مثل هذه الفترة التي نعيشها الآن، حوالي 3 شهور تحديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على قدر ما أتذكر لم يمر علي بأي حال من الأحوال مدة طويلة في تاريخ السودان مثل هذه المدة، وعاش السودان دولة وحكومة أو دولة وشعبا فراغ دستوري وعدم وجود سلطة تنفيذية لهذه المدة الطويلة. ربما يكون هي الآن مسألة في التاريخ ليست لها مثيل على الأقل، وربما يكون هناك ظروف كثيرة وأسباب نرجع لها في حينها. سعادة الفريق، ما الذي يجعل هذه الفترة أو العهدة الزمنية تحديدا الآن تختلف عن كل التاريخ السابق؟ تاريخ السودان بصفة عامة كما ذكر البروف الآن لم تشهد الحياة السياسية في التاريخ هذا الفراغ الكبير، علما بين الفترات السابقة كانت دوما يتم ترتيبات لفترة انتقالية وجيزة في خلال أيام محددة. ما الذي دخل في التكوينات السياسية تحديدا أو الذي طرأ في الساحة السياسية وجعل هذه الفترة الآن 3 شهور ممتدة دون أن نتوصل إلى حكومة أو نتوصل إلى ترتيبات انتقالية؟ طيب، شكرا جزيلا. طبعا كما تفضل البروف، المسألة هي في هذه الفترة اختلفت الشخوص في تكويناتهم، وكذلك اختلفت الأجندة. السبب المباشر في تقديري كمراقب للأحداث، يمكن نحن حضرنا ثورة الانتفاضة بتفاصيلها، ولكن الفترة الأولى أكتوبر نحن كنا لسه في مراحل الدراسة، لم نتابعها بصورة بعقل مستنير. أنا أعتقد حتى هذا التحول الذي تم تحول فجائي، يمكن إذا نظرنا للانتفاضة كانت هناك تهيئة للتيارات السياسية بأن هناك تحولا سيتم، نظرا لطول فترة هذه المسألة وكذلك للضغوط الدولية المباشرة التي تمت، وكانت زيارة الرئيس الأمريكي التي كان وتدبير سفر الرئيس نميري إلى أمريكا، وحديثه الواضح The game is over. كانت هناك هذه المؤشرات. الآن لم يكن أحد يتوقع
حتى الإخوة الذين يقودون هذا التيار الآن قوى الحرية والتغيير لم يكن بخلدهم أن هذا التغيير سيتم بهذه الصورة، لأن انحياز اللجنة الأمنية التي يعني هي من صميم النظام السابق لم يكن أحد يتوقع أن ينقلبوا على ربان سفينتهم بهذه الصورة وتنتقل هذه الصورة بهذه التراجيديا الواضحة. وبالتالي أعتقد حتى المجلس العسكري لم يكن مرتبا لأوضاعه ماذا سيفعل، لذلك كان هناك بعض الارتباك في البداية من الجانبين. حتى مسألة قوى الحرية والتغيير قاموا بإنشاء هذا التيار الضخم بدون ترتيبات محكمة، بدون نظرة سياسية واسعة يعني ترجع أو تتلخص فيها أن هناك تناقضات داخلية فيها. يعني هذه ممكن مؤثراتها ونفصلها لاحقا. نعم بروف، هل تتفق مع سعادة الفريق حنفي بحكم أنه أو بأن هذه الثورة كانت فجأة ما كان مرتب لها، بالرغم أنه التغيير الذي تم في السودان ربما كان هو تغيير تراكمي في عهد من فترات طويلة جدا، انتفاضات في 2013 مرورا بحركات حامل السلاح، مجموعة من الأشياء. هل لم يكن الشعب السوداني قواه السياسية تضع في الحسبان أن هذا النظام على زوال، وبالتالي ممكن يكون ترتيبات الفترة الانتقالية وشيك عشان الناس يعبروا مرحلة مستقبلية؟ والله أوافقه ولا أوافقه. أولا أوافقه بأنه يعني الجهة اللي قامت بالتغيير أنفسهم جزء من النظام السابق، وهم يعني انقلبوا على برنامج كان بينفذوا فيه. طبعا انقلاب يعني غير كامل، يعني ليس 180 درجة وإنما يعني تحوير قليل. يعني هو انقلاب ولا انحياز يعني أنا لا أسمي انحياز، لكن يعني من بالنسبة للأسباب أنا أحيل يعني سعادتك والسادة المستمعون لمقال كتبه بروفيسور عبد اللطيف البوني، أو في الحقيقة عمود في حاطب ليل، بيجري مقارنة بين الضباط القاموا ب يعني الانحياز للشعب في أبريل 85 وبين المجلس العسكري الحالي وبين القوى السياسية اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، مثل نقيب الأطباء اللي كان لاحقا أصبح رئيس الوزراء جزولي دفع الله، وبين أيضا السياسيين اليوم. فقال أنه العسكريون في ذلك الوقت سوار الذهب وعثمان عبد الله، وبالذات السيد عثمان عبد الله قال يعني تحدث للقوى السياسية المناوئة لحكومة جعفر نميري أو للاتحاد الاشتراكي، نحن كنا جزء من النظام حتى الأمس، ونحن يعني عندنا وفاء لمايو ولنميري حتى الأمس، والآن الأمور تغيرت، ويعني حيتم الانتقال من نظام نميري إلى نظام جديد كما معلوم لديكم، وأرجو أن تثقوا فيما نقول. وحقيقة يعني كان ضباط مثل عثمان عبد الله يختلف عن الضباط المجلس العسكري الحالي الآن يعني، وكذلك يعني السياسيين كان بيثقوا فيهم يعني استجابوا لهذا الكلام، وبسرعة في 3 يوم أحدثوا تغييرات كبيرة، في سنة أكملوا التغيير المطلوب، سلموا السلطة للمدنيين، بعد ذلك حدث ما حدث. الآن يعني في عدم وفاء بالعهد، في تردد في الكلام، عدم ثقة، تناقضات، لا هي ذات عدم الثقة، من الذي يعني أدى إلى عدم الثقة؟ لأنه يعني الأقوال الغير صحيحة، المعلومات الغير صحيحة، عدم الوفاء بالعهود، يعني تسويف، مماحكة، لكلكة، لولوة، لف ودوران، إلباس الحق بالباطل، كتمان الحق بعد علمه، يعني إلى آخره، هذه هي التي ولدت عدم الثقة. أيضا يعني قوى إعلان الحرية والتغيير يعني نعم تخوفوا من دعوة
الصادق المهدي لإنشاء يعني قيادة محددة لقوى الحرية التغيير وعدم الاكتفاء بسكرتارية التنسيق. لكن كان ممكن يكون هذه السكرتارية عندها صلاحيات أعلى من ذلك بكثير عشان يكون في انضباط، لأنه كيان ضخم زاد به أكثر من 72 حزب ونقابة واتحاد وإلى آخره من الأجسام السياسية، لا بد من أن يحدث اختلافات، وبالتالي سنأتي لهذه الخلافات. طيب. لهذه التفاصيل لحقاً. نعم. ساعات الفريق تفتكر أنه الطريقة اللي ممكن يكون على الأقل بدأ بها التفاوض، يعني معلوم أنه بعد ما قامت الثورة وأكملت على الأقل نجاحها يعني حاز المجلس العسكري أو وصل استلم السلطة، مبدأ دخل مباشرة مع تفاوض مع الحرية والتغيير. هذا التفاوض ووصف من جانب عدد كبير جدا من القوى السياسية الأخرى أنه والله هذه المسألة فيها إقصاء واضح لتيارات سياسية، لأحزاب سياسية كانت موجودة. الطريقة التي بدأ بها التفاوض ما بين الحرية التغيير والمجلس العسكري وتجاهل الآخرين الموجودين، يعني مهما اختلف الناس حولهم، هل ممكن يكون هو واحدة من الأسباب التي أدت الآن لتطاول الأمد في مسألة الفراغ الدستوري في البلاد؟ نعم، أول شيء يعني واحدة من الأخطاء، التيارات الأخرى الآن هي تحركت، هي التي يعني لم تبادر بالحراك. يعني أنا أعتقد أنه التيار قوى الحرية والتغيير بعد، طبعا هو تكون بعد أو في يعني بدايات يعني انحياز القوات المسلحة، يعني هذه المسألة ما بدأت من فترة بعيدة، أصلا كان ظاهر في الصورة كان تجمع المهنيين. نعم. وهذا أنا أعتقد تجمع المهنيين هو الذي قاد الشباب يعني بالذات بالوسائط، وفي ذلك ما كانت أي تيارات حتى داخلة في هذه، ما كانت ظاهرة. قوى الحرية والتغيير هو كيان تكون من 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 أساس تجمع المهنيين، اللي كان أساسا نشاطه بدأ خارج السودان. من طبعا هم معروف انهم كوادر للنقابات الظل اللي اصلا نشات في الداخل، لكن بعد فتره ونحن كنا متابعينها هي انتقلت للخارج وانتظمت، وخاصه هي اللي عملت الحراك الخارجي مع المنظمات مع الامم المتحده حقوق الانسان وما الى ذلك. واعتقد في ذلك الوقت لو كانت هذه التيارات اللي ظهرت وبقت يعني عملية الإقصاء وما الإقصاء لو كانت ظهرت ما كان حتحصل المشكلة الحالية. كان كل العناصر دي ما عدا عناصر طبعا معروفة المؤتمر الوطني كلها كانت ممكن، يعني إذا نظرنا لتبادل الاتهامات ما بين الطرفين، يعني بيقولوا شريك مثلا، الأحزاب اللي نشأت من خلال الحركات اللي وقعت هي شاركت في السلطة، لكن هم ذاتهم في تيار قوى الحرية والتغيير في أحزاب. لكن الشاهد سعادة الفريق أنه المجلس العسكري اجتمع بالقوى السياسية خلاف منظومة الحرية والتغيير في الأسبوع. لا لا لا، ما كان عندهم يعني تجمع وتكتل بالصورة، كانت تنظيم على الأقل وتحالف. أيوة، كان في أتوا كفرادة أحزاب سياسية. أيوة، يعني في تيارات يعني حزب الشيوعي اشترك، التيارات الثانية، الجبهة الثورية الأساسا، حركة الشعبية اشتركت، يعني عملية مشاركة السلطة للأحزاب الثانية ما كان مفروض تقال زي المؤتمر الوطني كده. لذلك كل ذا تسبب في مسألة، وكذلك المسألة الثانية أنا أعتقد جازما يعني الأخوة برضو في الحرية والتغيير، الاختلافات اللي اليوم أمس أو الأمس بدأت تظهر بصورة واضحة هي واحدة من مسببات تأخير التفاوض. لأنه يعني يمكن الصادق المهدي، الإمام الصادق المهدي أظهر ذلك في بيانات أنه ما تم يعني اتفاق في الوثيقة. الحزب الشيوعي كان رفض بات، يعني المجلس السيادة مثلا لا يشارك في أي عسكري وهكذا. هذه الخلافات الداخلية رغم أنه هي طبيعية في ظل تيار واسع زي ده، لكن من البداية هم لو كان نجحوا في تشكيل هيئة قيادة بدون أن تكون هناك يعني نزاعات كده، كان حتنجح المسألة دي وتمشي في طريقها. بروف
هل يمكن نفتكر أنه عدم تنظيم القوى السياسية نفسها أو انتظام في تحالف كما هو عليه الحال في الحرية والتغيير هو كان سبب واضح بأنها تكون مبعدة، ولا الإبعاد تم أصلا هو مقصود في ذاته أن يكون في قوى سياسية ليست لها مجال الآن في هذه المساحة بتاعة الترتيب الانتقالي بصفة خاصة؟ يعني والله قبل ما أجيب على هذا السؤال يعني أحب أنه أتوضح أنه بالنسبة لقيادة كيان قوى إعلان الحرية والتغيير أنا ذكرت أنه وده دائما في السياسة ممارسة وفي العلوم السياسية يعني دائما ليس بالضرورة أسود أو أبيض، في خيار ثالث ورابع وخامس وثالث، خيارات متعددة. أيوة يعني لماذا إذا كان الصادق المهدي اقترح أنه يكون قوة واحدة أو قيادة واحدة لإعلان الحرية والتغيير وهم رفضوا هذا الكلام لتشككات معينة، لماذا يكون في خيار ثالث نفس السكرتارية سكرتارية التنسيق تمنح صلاحيات أعلى وتشكل بطريقة معينة بحيث أنه يعني يكون في انضباط، يعني هذا الجسم الكبير يكون كأنه حزب واحد وفي انضباط داخله، تنظيم ليس كل واحد يعني يطلع بيان لوحده إلى آخره. ويعني وبقية فوائد القيادة الموحدة يعني بالنسبة للإقصاء أنا يعني قد أختلف مع الناس في أنه لا بد من الإقصاء أصلا. لما يكون في انتخابات الحزب الفائز بالأغلبية هو الذي بيشكل الحكومة وبقية الأحزاب تذهب إلى المعارضة، فلاقي يتم إقصاءهم. ده طبعا إذا يعني حددنا تعريف الإقصاء لفترة محددة ويمشي إلى المعارضة، المعارضة ذاتها يعني في مهام يؤدوها هم معروف ماذا يفعل المعارضة وحكومة الظل إلى آخره. بالنسبة لقوى إعلان الحرية والتغيير هي لا تمتلك الشرعية الانتخابية لكن بتمتلك الشرعية الثورية باعتراف الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي والمجلس العسكري نفسه. فيعني ما في داعي نحن نغالط أن هذا هو وهذه هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الشرعية الثورية. في جهات أخرى شاركت وفي مستقلين غير منظمين، في مثلا المؤتمر الشعبي شارك كأفراد ما كجسم، لأنه في يعني في غلاط أنه هم شاركوا في الحراك وأسهموا في هذا العمل وقدموا شهداء، نعم ولكن كأفراد، أما كجسم الشباب خرجوا على هذه القيادة وانضموا إلى الحراك وبالتالي كان عندهم مجهود فردي وفي الآخر قيادتهم بدأت يعني تجري خلفهم وتطلب منهم أن يعيدوا النظر إلى آخره من الأحداث. لا تفتكر أن التمييز على الأقل الذي تم والإبعاد هو برضو جزء من الأشياء الأساسية اللي أخرت الآن مزالة التحول المفترض يكون في البلاد الآن؟ نحن عايشين في رغدة سوريا الآن لأكثر من 3 شهور، جزء أساسي منه ممكن يكون مزالة الإقصاء والتمييز؟ لا ده ما سبب لكن الجهة وبالذات المجلس العسكري الذي يريد أن يكسب الوقت يعني ويتمنى طبعا أن تحدث يعني أو يحدث شيء ما لكي يغير اتجاه المفاوضات واتجاه القرارات، يعني هو الذي بدأ يعني يحاجج بهذه الحجة وأنه لا يعني الإقصاء وأنه لا بد من يعني حل يرضي الجميع. حل يرضي الجميع ده مستحيل في السياسة، ما في حاجة اسمه حل يرضي الجميع. في جهة عندها أغلبية ثورية هي التي تشكل الحكومة، وبعد ذاك يعني حتى مذكور في البرنامج أنه الحركات الثورية والتي تحمل السلاح في أول 6 شهور يعني يتم التفاوض معهم وحل المشكلة. ونحن كنا زمان بنعترض على نظام الإنقاذ أن يحل مشاكل السودان بالتجزئة، الآن وفي الظرف الحالي لابد من حلول مشاكل السودان بالتجزئة. يعني قوى إعلان الحرية والتغيير مفروض يتلم على بعضه ويتماسك ويترك الخلافات الداخلية، المجلس العسكري يرضى بال
الوساطة الأثيوبية ومقترحات الوساطة الأثيوبية يشكلوا حكومة أول 6 شهور يدخلوا في مفاوضات أو المهم يسعوا بجدية لحل المشاكل مع القوى الثورية، وبعد ذلك يعني يستمروا مع كل كيان يعني يدخل معه في مفاوضات إلى آخره إلى أن تتم. دعني أشارك سعادة الفريق في هذه النقطة تحديدا. سعادة الفريق، تحدث السيد البروف عن أنه ما تم هو فعلا ليست إقصاء، إنما هي ترتيبات واجبة النفاذ بحكم أن الأجسام دي كانت جزء من نظام سابق، وبالتالي هذا ليست لها تأثير في الواقع في إطالة الفترة التفاوضية وخلافه. هل تتفق مع ذلك؟ هي جزئيا يعني ما نعمم هذه المسألة، لكن من الواضح يعني حتى إذا سلمنا بأنه طبعا هذا واضح يعني أنه الحراك الذي أنا بديت في كلامي، الحراك للجماهير لم تبدأه قوى الحرية والتغيير، ذكرت بصورة واضحة تجمع المحنيين هو الذي بدأ هذا الحراك، سواء كان في الداخل أو الخارج. في الداخل عبر نقابات الظل، أطباء وما إلى ذلك، هم حركوا، كانت إضرابات وما إلى ذلك وتقديم مذكرات، والحراك الخارجي والدعم الذي أتى برضه من الخارج. لكن الوقود الأهم في هذا الحراك هو الشباب. الشباب إذا حاولنا نوجههم سياسيا، أكثر من 60% لا ينتمون إلى أي قوة من هذه التيارات. هم خرجوا لأن النظام في فترة الإنقاذ عانوا ما عانوا، أكثر فئة عانت في الشعب السوداني من خلال الوظائف ومن خلال حتى مسائل المتعلقة بالتعليم والمسائل المتعلقة باحتياجات الشباب، والذي يعني في الآخر يعني للأسف الشديد اعترفت بها الحكومة السابقة، وبدأوا يعني حتى ضايقوا الشباب في تنفيذ. يعني إذا نظرنا الشباب في فترة الانتفاضة أو في أكتوبر لم تكن هناك مشاركة كما هو فعلا الحادث كما الآن. لذلك المسألة الإقصاء هذه في الأول أقصت هؤلاء الشباب. الآن هناك حراك شبابي يعني عقدوا عدد من المؤتمرات بأنه هم من هيروحوا ضحية في هذه المسائل، وبالتالي يعني الإقصاء هذه إذا أخذناها بنسبة هم الشباب هم الذي تم إقصاهم في هذه المسألة، حتى بعض منهم أعلن تجمعات وكذا. الظروف المجتمعية ذاتها مختلفة بصورة واضحة جدا. طبعا الشعب السوداني كله عانى الوضع الاقتصادي والفساد وما إلى ذلك، لكن مسألة إنه أنا يعني هذه الأحزاب يعني التي شكلت الآن تيارات وفي وقت متأخر، إنه نقول هم من مثلا منتسبين للكثير، هم معارضتهم كانت أقوى من المعارضات الأحزاب المشكلة للتيار قوى الحرية والتغيير. هم اللي دخلوا السجون، هم اللي تم فصلهم من الوظائف. حتى إذا نظرنا للمؤتمر الشعبي خرج من هذه المسألة. يعني لذلك كانت الفرصة مواتية بأنه تتلاحم كل هذه المسألة. يعني أنا كان أدعو حتى كان ما كان في داعي لوجود وسيط دولي والوسيط إقليمي، المسألة دي كان ممكن تنطلق بـ يعني بيئتنا المحلية وتاريخنا السودانية في الداخل الجودية وما إلى ذلك. حتى المفاوضات الحركات المسلحة هذه كثير منها كانت بتتحل، لكن كما تفضل البروف كانت بالتجزئة. يعني مثلا قبيلة تجي مع قبيلة تانية مشكلة تتحل، وبعد ذاك يعملوا الديات وتشتعل قضية أخرى. يعني لو هذه كلها جمعت وحلت القضية بكلياتها ما كنا وصلنا لهذا الوضع. طيب البروف، بالرغم أنه الوضع الآن متعقد جدا، وتحدثنا عن أنه هنالك فراغ الآن دستوري لأكثر من 3 شهور وخاصة في الشهر الثالث، عمليا في إطار الجهود السياسية لم نلحظ شيء الآن أكثر من المبادرات المطروحة. في ظل هذا الفراغ الآن تجمع المهنيين مثلا مع إعلان الحرية والتغيير يتهمونه مباشرة أن العسكر يدبر لانقلاب عسكري كامل للدسم، وبالتالي هذه هي على الأقل مساحة
ليتسيد العسكر على السلطة ويصبح هو الحاكم أو يشكل السيسي جديد، وهذا ما جعلهم إلى حد كبير الآن يصعدون بصفة جديدة في الشارع السوداني. هل تفتكر أنه مسألة التصعيد ومسألة الحراك الآن في الأحياء وخلافه هو حل، ولا المفترض على الأقل تكون هنالك مساعي لحلول أفضل سياسية حتى تخرج البلد من هذه الأزمة؟ التصعيد يعني بالذات المظاهرات مرحلة وممكن يعقب تصعيد أكبر، لكن يعني نرجع للفرضية، فرضية أن المجلس العسكري يريد أن يقوم بانقلاب ويأتي بنسخة ثانية للإنقاذ وإلى آخره بدون سند جماهيري. أنا أفتكر يعني هذا الكلام يعني مستحيل، لأنه أولا حال السودان دولة في أبريل، يعني 1 أبريل لما كان عمر البشير على رأس الدولة سيء. الآن يونيو وعلى رأس الدولة عبد الفتاح البرهان، الوضع أسوأ والدولة أكثر هشاشة، و يعني غياب السند الجماهيري تماما. وثانيا الإنتاج كان زمان ضعيف، الآن معطل تماما بأي حال من الأحوال، كلها آثار فراغ الدستور. بعدين يعني كما كتب أحد الصحفيين أنه يعني الدولة في حالة عصيان، رغم أنه العصيان غير معلن يعني. فإذا قام بهذه العملية هو انتحار سياسي، و يعني وبرضه قضاء على الدولة. يعني السودان حيدخل في وضع لا يعلم به إلا الله. الحل أنه إذا كان قوى إعلان الحرية والتغيير أخذوا الأمر بجدية والمجلس العسكري كذلك وشكلوا حكومة فبها، إذا كان في جهات تمنعت وبذرائع غير موضوعية وغير عقلانية، فالجزء المتمسك من إعلان الحرية والتغيير بالمضي قدما لحل مشكلة البلاد عليها أنها يعني تقدم، وكما يقولون عندما الإقدام يكون عزما وتحجم عندما يكون الإحجام حزما. يعني ليس كل ما يتمناه الملء يدركه، ودائما بقول للجماعة يعني حتى للطلاب في الدراسات العليا بقولوا إذا كان زمان يقولوا في العسكرية تعريف العسكرية شيء من الأشياء وقليل من التصرف، فتعريف السياسة فن الممكن في إدارة الدولة، فن الممكن يعني ما أمكن، وبالتالي تقريبا في علاقة بين التعريفين يعني. وحتى ذاته يعني مثلا أكبر الاستراتيجيين كلوزفيتس بيقول war is an extension to the policy by other means، الحرب أو يعني العسكرية امتداد للسياسة بوسائل أخرى. ولذلك يعني ليس كل ما يدركه يتمناه من يدركه، يعني لا بد من يكون في تنازلات، أي درجة من التنازلات من أجل الشعب ومن أجل الوطن. ويعني لا بد ترك الأهداف الأيديولوجية والأهداف الحزبية، يعني لا بد من التضحية بها من أجل المصلحة الأكبر، الوطن والشعب. ساعة الفريق ربما يكون كل الذي تقدم به البروف جزء من الآثار المترتبة على استطالة الأمد الآن في الفراغ الدستوري تحديدا، وبصفتك مختص وخبير أمني ومحلل استراتيجي، في ظل هذا الوضع المجلس العسكري الآن عليه مسؤولية كاملة في أنه يحمي البلاد. نعم. وأنه يحمي الشعب ويوفر كل هذه الأشياء التي تحدث عنها سعادة البروف. لا قدر الله لو حصلت هنالك الآن أي إشكاليات أمنية، كيف سيتصرف هذا المجلس العسكري في ظل تدهور مريع داخلي وعدو ممكن على الأقل يكون من الخارج؟ طيب تأكيد لكلام البروف يعني جزء كبير منه، يعني السودان في ظل الوضع المحلي والإقليمي والدولي
وضعه شاذ، وضعه شاذ، وهو الذي يعني في إطار التراكمات اللي حصلت اللي أوصل البلاد لهذا الوضع دي. ولا زال يعني بعد 62 عام نحن نبحث عن الرغيف والوقود يعني مع إمكانات السودان. يمكن النظرية العلوم السياسية المعروفة اللي ذكرها اللي هي فن الممكن، يعني أضافوا عليها مفكرين خاصة واقعنا اللي هي لعبة مصالح، يعني تدمج التعريفين، ودي اللي حصلت. ودي لو استغلوا التيارات دي العبارة التقليدية المعروفة فن الممكن تكون أفضل، لكن هي بقت لعبة مصالح مصالح محلية وإقليمية ودولية، ودي مشكلة الأزمة. أنا أعتقد من خلال مراقبتي، من خلال معرفتي لكثير جدا من المعلومات، إنه هذا المجلس من يعني الكلام اللي يقال فيه، طبعا كله كلام معقول في إطار الهزات اللي حصلت وما حدث في ميدان الاعتصام والتراكمات، يعني تشبيه المجلس العسكري بأنه كذا وكذا وكذا، إنه جسم كان جزء من نظام ينقلب على رأس النظام، لا يمكن يقوم بإعادة النظام القديم، يعني إعادة هجين يعني جديد. أنا أعتقد المسألة دي في إطار معلومات، يعني إنه الآن إذا كان الأخوة في القوى الحرية والتغيير يعني احتكموا للعقل والمنطق وشافوا إنه الشعب السوداني لا زال يعاني يعني وضع معيشي صعب، الحركة في كثير جدا من حركة تجارية متوقفة، يعني هناك الوزارات على يعني رأس الوزارات مديرين عامين أو وكلاء وزارات، طبعا معروف إنه الوكيل الوزارة له صلاحيات محددة لا يحمل ما يحمله الوزير السياسي دستوريا تنعكس عليه، يعني هو قد يتردد في كثير جدا من القرارات، خاصة كثير جدا منهم يخشوا اتخاذ إجراءات قد تطيح بهم كما ظهر في كثير من الوكلاء الوزارات وكذا يعني. لذلك إذا الناس دي وعوا قوى الحرية والتغيير ولا كل إذا رأوا الوساطة، أنا أعتقد هذه الوساطة من البداية أنا كنت خاطئ على أساس أنها لن تنجح، بسبب إنه دائما الوسيط ينجح إذا كان له تأثير على أحد طرفي التفاوض، أو طبعا التفاوض صار علم يعني يدرس في الجامعات وله تكتيكاته، يعني حتى في التفاوض الأطراف ما حضرت الأجندة التفاوض والتكنيك بتاع التفاوض بصورة، يعني مثلا الأخوة في الحرية والتغيير عندما يعني مشت المفاوضات مع منفردا تماهوا مع التيار القوى الحرية والتغيير في مطالبهم، وبدوا كل مرة يرفعوا سقف التفاوض إلى أن تعطلت عملية التفاوض وحصل ما حصل. أعتقد الآن في إطار فترة قد لا تزيد عن أسبوعين إذا لم تنجح هذه المسألة في تقريب وجهات النظر وتنازلات، هذه التنازلات مهمة جدا، أعتقد المجلس العسكري سيتجه إلى الحل الثالث اللي هو اللي ذكروه أكثر من مرة، إنه الاتجاه نحو حكومة تصريف أعمال من تكنوقراط. أنا ذكرت في كم لقاء يعني الأخوة والحرية التغيير في فترة مما يعني نجحوا في أنه يحصلوا على نسبة كبيرة، هم طبعا قيموها ب 67%، وكذلك تشكيل مجلس الوزراء، وقلت لهم يعني مع عدد من القادة أنا حكيت لهم أنتوا خلاص مش انسدت المسألة في هذه المسألة، خلاص أمشوا في هذا الطريق الثالث، جيبوا التشكيل المجلس الوزراء اللي أنتوا رشحتوا شخصيات، أطرحوا هذه الشخصيات على المجلس العسكري وناقشوا معهم مسألة التسع أشهر التي ذكرت، قالوا مثلا التسع أشهر هذه لا تتوافق مع
مثلا هيكون في إحصاء سكاني، هيكون كذا، قانون انتخابات، مفوضية، كل هذه تطرح في طاولة النقاش. هذه التسعة أشهر ممكن تبقى سنتين يعني إذا كان في حوار حول الأجندة. أيوة، يعني تقديم تنازلات من كل الأطراف. لا يعني تكنيك التفاوض لا لا إذا 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 وصلت لنقطة لا تخسر النقاط التي كسبتها، يعني بتقديم ليس له نوع من الحكمة وكذا. ولذلك الفرصة الآن محدودة. لو لم يصل الأخوة في الحرية والتغيير لا اتفاق وتنازلوا عن حكاية الطرف الثالث، أنا أعتقد حسب معرفتي أنه لن يرضى المجلس العسكري بمفاوضات غير مباشرة وبشروط مسبقة. الآن شوية يعني في تنازلات عن مسألة التحقيق الدولي، بدأت ما تظهر في التصريحات، بدوا تحقيق شفاف وما إلى ذلك. هذه جيدة، يعني تكون هناك تفاهمات. يعني مسألة الإنترنت، إذا نظرنا الإنترنت هذه يعني المعلومات الأمنية والعسكرية والمهددات لا يعلمها رجل الشارع البسيط، هذه معلومات موجودة لدى المؤسسات، وبالتالي لا يمكن أن تفرض يعني شيء له مؤثرات أخرى. يعني إذا نظرنا تجربة الدول، جمهورية مصر العربية أوقفت الإنترنت لفترة طويلة. الآن في خلال هذه الثورة أو بعد إيقاف الإنترنت في السودان بأربع أيام، إثيوبيا أوقفت الإنترنت لضرورات محددة. لذلك أمنية. أعتقد الطاولة المفاوضات هذه هي الفيصل وإمكانية حل هذه المسألة. إلا إذا هذه تعقدت، ونرجو أن لا يكون ذلك، ستكون هناك مشاورات مع كل التيارات واقتراح أسماء من تكنوقراط، وتكون هناك فترة للوصول إلى صندوق الانتخابات. بروف الدوما، تحدثت عن فن الممكن مبدأ في أو في آخر الحديث لك، وشهدنا أو تابعنا في الأيام المضت اجتماع فعاليات شعبية كبيرة بمعرض الخرطوم الدولي، وحديث من خلال الاجتماع بينه وبين المجلس العسكري، ربما يكون حتى هذه الفعاليات تفوض المجلس العسكري بتدابير كاملة لتشكيل حكومة، وشددت على أن لابد أن يكون هنالك إسراع لملء الفراغ الدستوري الذي تعيش البلاد. إذا أقدم المجلس العسكري على هذه الخطوة، هل يعتبر هذا جزء من فن الممكن الذي يمكن أن يعالج به المجلس العسكري هذا الفراغ الدستوري في البلاد؟ والله برضو قبل أن أجيب على هذا الكلام، أنا أحب أن أعلق على نقطة بسيطة. وكما ذكر سعادة الفريق أنه إعلان الحرية والتغيير يعني يبدأ بتشكيل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والمفاوضات تستمر في مستوى المجلس السيادي. لكن الشيء يعني تلمسته أنه قوى إعلان الحرية والتغيير بيرى أنه إذا بدأوا في يعني في هذا المشروع يعني يكون هم انتقلوا من موقع قوة إلى موقع ضعف، وممكن المجلس العسكري يفعل ما يشاء يعني بعد ذلك ويبطل مفعول يعني، ويأخذ كل ما أعطاهم باليمين يأخذه بالشمال من خلال المجلس السيادي. هو في من خلال المتابعات هنالك حديث عن عدد من افراد الحريه والتغيير تحدث عن انهم اضاعوا فرصه ثمينه، يعني عندما وصلوا مع المجلس العسكري حسب ما ذكروا انهم 95% من القضايا اتفقوا عليها، اضاعوا 95% مقابل 5%. الا يعتبر ذلك يعني اهدار لمكاسب كبيره كان يمكن تقدم الناس الى مساحات افضل للمستقبل؟ والله طبعا ما اذا كان في قول، اذا صح هذا القول أنه نعم وصلوا إلى 95%، ولكن يعني في نية مبيتة من المجلس العسكري بأن يعني يتغدى ويتعشى بقوى إعلان. ما الذي يبهم هذه النية المبيتة؟ الاستنتاجات برضو يعني شيء من الأشياء وقليل من التصرف أو فن الممكن. بالنسبة للحراك الدائر الآن هو لاستجلاب شيء من الشرعية وتحوط للمجلس العسكري. إذا فشل في المفاوضات موقع إعلان الحرية والتغيير يعني يكون اكتسب شيء من الشرعية ويشكل حكومة وإلى آخره. لكن هذا الكلام كان ممكن يكون بصورة أخرى، يعني بدون هذه الزيطة والزنبليتة. يعني كيف إذا ويعني
يعني كان ممكن يكون عبر لجان وحراك ومخاطبة جماهيرية مباشرة لكل الفئات يعني الانتلكشوالز اللي هم والطبقة الوسطى. يعني لماذا يركزوا على الإدارة الأهلية وواجهات المؤتمر الوطني السابق؟ ومعلوم أنه الإدارة الأهلية دي يعني تم حلها النميري بقرار ولم تعاد، بالتالي ما عندها أي شرعية قانونية ولا عندها شرعية حزبية ولا عندها شرعية ثورية. وحتى الناس اللي هي كيانات مجتمعية موجودة، كيانات مجتمعية موجودة لكن عندها دور اجتماعي، لكن ما عندها دور سياسي، نفوذ سياسي. دي واحد. ثانيا الناس ادعوهم يعني ما كلهم حضروا، احنا نكون يعني ايه صريحين وشفافين، ما كلهم حضروا، والحضروا يعني اقل من 10% من اللي تم دعوتهم. وحتى الحضروا في جزء منهم يعني لما جاء هو قالوا نحن دعونا لكي نقوم بدور الوسيط بين قوى اعلان الحريه والتغيير والمجلس العسكري. عندما حضرنا الى القاعه يعني وجدنا ان هناك وثيقه مطبوعه ومبروزه جاهزه لكي تسلم للسيد نائب رئيس المجلس العسكري، باعتبار انه يعني هذا عهد وميثاق مننا وتفويض للمجلس. يعني برضو نفس الاساليب فن الممكن الذي ذكرت. لا، هذا ليس فن الممكن. هذا يعني ايه، هذه اساليب الانقاذ القديمه التي لا تجدي فتيله، ويعني الاستخفاف بعقول المواطنين. الناس وصلوا لدرجه عاليه من الوعي السياسي، يعني حتى ست الكسرى وست الشاي يعني تستطيع ان تحلل زيها وزي لانه الجمره بتحرق الواطيها. وثانيا يعني مره من ما ذكرت انه نحن والله كنا نحلل لكي نرفع الوعي السياسي، لكي يكون هذا الوعي السياسي سبب في انهيار النظام، لكن النظام نفسه هو اكبر عدو لنفسه بهذه السياسات الخرقاء. وما بعد 11 ابريل يعني المجلس العسكري بدا يمارس نفس الاساليب، اساليب الانقاذ القديمه والهرج والمرج والزيطه والزنبليطه، ويعني الاساليب التي لا تجدي فتيله والتي هي تنفر. نعم قد تبهر السذج والرعاء، لكن يعني تنفر الطبقة الوسطى بأي حال من الأحوال من النظام ومن ما هو مبشر به من قبل النظام. سعادة الفريق، على الرغم من المبادرات الآن في الساحة السياسية كثيرة، يعني جزء منها المبادرة الإثيوبية، جزء منها دولة جنوب السودان طرحت مبادرة، في مبادرات داخلية كانت، لكن لا زال الوضع الآن متأزم. الحرية التغيير نفسها اشترطت في انها كونها تعود الى تفاوض مباشر، اشترطت اشياء محددة منها مسألة التحقيق في ميدان القيادة فض الاعتصام وخلافه. هل مثل هذه الاجراءات هي من شأن انها تعطل تفاوض كامل وتغيب الدولة في فراغ دستوري كبير لمدة 3 شهور وممكن يزيد، ولا كان بالامكان انه الناس يتجاوزوا هذه النقطة لترتيب اشياء محددة من ثم تفتح هذه الملفات؟ هذه حقوق لا يبدأ او لا يمكن ان تضيع، سواء كان الذين قتلوا في القيادة او الذين قتلوا منذ بداية الثورة او خلافه. انا اعتقد يعني ظروف التكوين قوى الحرية والتغيير كتيار يعني هو اللي كان مفاوض. ذكرت بأنه يمكن في كثير من الأحيان ما كان في وعي سياسي مكتمل، يمكن تسببت فيه أشياء كثيرة جدا. يعني سبب مباشر كسرت تصريحات الإخوة في قوى الحرية والتغيير، وكلهم أكثر من 90 شخص كلهم يقول قيادي في الحرية والتغيير. لكن إذا كان يعني هذه المسألة كان في منبر واحد، وبعدين عملية التصعيد الاستفزازي الأشياء هذه كلها تسببت في شرخ عملت هو ما بين المجلس العسكري الانتقالي. المسائل الثانية بعد الاعتصام بقى ما في كرت ضغط من قوة حرية والتغيير إلا
آثار طبعا دي آثار مؤثرة جدا يعني الضحايا يعني لا زلنا نترحم عليه على الشهداء يعني نفضت كل هذه المسألة بدل ما كانت تمشي على المكاسب التي أخذتها أخذت يعني طريق آخر لا يفضي إلى طاولة المفاوضات بالتعنت بأنه طرف ثالث حتى الوسيط ذاته الوسيط بقى موقفه مهزوز وإذا دخلنا برضو الوسيط ذاته في تفاعلات مؤثرات أتت بالوسيط الإثيوبي لا يمكن تقال يعني في هذه الفترة يعني في أسباب أخرى موضوعية هي التي أتت بالوسيط الإثيوبي واستمرت هذه الوساطة بالرغم أنها من الإيجاد في ظل تجميد عضوية السودان في الإيجاد وكان من الشاذ جدا وجود المبعوث المندوب مندوب الاتحاد الأفريقي في إطار أنه السودان مجمد في منابر الاتحاد الأفريقي وحرم من المشاركة في مؤتمر وزراء الطاقة وفي الرغم من كده هذا الوسيط اللي هو المبعوث موجود وده كان يعني نظرة إيجابية من الخارجية كانت ممكن أن يتم طرده أو طلب منه الخروج لأن السودان ليس هناك مشاركة في السودان لكن في إطار الإيجابي يعني الحراك هذا مستمر أنا أعتقد هذه الصورة كلها يعني إذا نظرنا لها للبيئة الحاصلة في 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 المفاوضات والحراك والذهاب وفد من القوى الحرية والتغيير والتجمع المهنيين أصدر بيان بأنه لم يعني يشارك وفدهم لإجراءات ويعني في هذه المسألة كلها تؤثر في ربط وسماكة النهاية وتزيد التباينات هذه كلها يعني تكون خصما على كلمة واحدة أعتقد أنه لابد أن يتجاوزوا هذه المسألة ويصلوا إلى نقطة تلاقي عشان يكسبوا الفترة القادمة الآن إذا نظرنا للحراك الإقليمي والدولي الناس لا يعلمون بأنه طبعا هناك منظمات كثيرة جدا الآن في بريطانيا وفي الولايات المتحدة ومنظمات تتحدث واجتماعات كل ذلك لن يؤثر شيء إذا كان هذا الحراك الداخلي يعني مسألة إنه طبعا كان في تعويل على أنه المبعوث الأمريكي الجديد القديم ومساعد وزير الخارجية سيأتي للضغط على السودان لكن هو بعظمة لسانه زي ما بيقولوا أشار أنا لم أأتي بأجندة وإنما تعضيدا للمبادرة الإيجاد وأشار بصورة واضحة جدا نقطة يعني لم يتفهمها الكثيرون إنه يخشى أن يقع في السودان ما جرى في سوريا أو ليبيا. وفي ليبيا هذه المسألة طبعا دي كلها تجي للكلام اللي أنا ذكرته إنه عملية يعني المجلس العسكري الانتقالي بقت يعني محاولاته لأنه يكون في يعني نوع من السيطرة في مجلس السيادة ولهذه الأسباب لأنه السودان الآن الوضع السيولة الأمنية الحاصلة الوضع الهش في دول الإقليم تقريبا معظم دول الإقليم المسألة الأخرى السلاح الإنساب حركات المسلحة كانت في داخل ساحات الاعتصام وبدت البلد يعني فيها انتشار السلاح رغم أنه يعني أشير أنه تم جمع السلاح لكن السلاح ضبطت عربات جات من ليبيا وما كل ذا بيخلي أنه هذه المسألة تحتاج إلى ضباط يعني كان بإمكان الإخوة نكرر تاني المجلس العسكري الانتقالي في ظل الاتفاق الأول أعطوا كل الصلاحيات لمجلس الوزراء مجلس الوزراء يقوم بكذا وكذا وكذا المجلس السيادة يكون مراقب ويعني قابض لما يهدد الأمن القومي ما يهدد الحدود وما إلى ذلك لكن فرصة هذه مسألة متعلقة بسيادة تضيع. أرجو أن لا تضيع يعني. بروف لو تحدثنا عن أنه الهدف الأساسي في أنه يتم الحوار سوداني سوداني في الداخل رغم الوساطات رغم التدخلات الخارجية الكثيرة مدينة نذكرها من عدد من الأطراف لكن مؤخرا أقدمت قوى الحرية التغيير
يعني دفع وفد إلى أديس أبابا. حتى اختلفت هي نفسها داخله، تجمع المهنيين طلع بيان اعترض على الخطوة. حرية التغيير وصلت أديس أبابا بوفد معتبر قابل الاتحاد الأفريقي. هل تفتكر أنه مسألة التدويل الآن هي ممكن تكون إلى حد ما تأتي بحلول أفضل من الذي يمكن أن ينتج في إطار الحوار السوداني السوداني؟ التدويل يعني بالذات الوساطة الأثيوبية والإيجاد والاتحاد الأفريقي كان لابد منه إذا كان في طرف يعني بيقول معلومات غير صحيحة. أنا لا أريد أن أقول بكذب بكثرة وبيسوف وبماحك وبماطل وبلكلك وبينقض العهود، فلا بد من طرف ثالث. يعني الطرف الثالث وصل للعاصمة، وصل الخرطوم، وصلت الوساطة. ما أنا بقول كده، ما أنا بقول ده السبب، ده سبب التدويل. أول يعني 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 تدويل شيء جيد في حال هذه الحالة يعني، أو ممكن مرحب به يعني. إذا كان في طرف بيقول معلومات غير صحيحة وبكذب وبنقض العهود إلى آخره من الكلام أنا قلته. وفي نفس الوقت يعني هو غير جيد بأي حال من الأحوال، لأنه لما المفاوضات كانت مباشرة وبدون وسيط كانت أمور تسير على ما يرام. لكن زي ما ذكرت أنه في آخر اللحظات القوى إعلان حرية والتغيير شعرت بأنه يعني كل ما أعطي باليمين يراد منه أن ينزع بالشمال، ولذلك يعني اجتهد أنه يضع تأمينات لما حصل عليه من خلال صلاحيات السلطة السيادية ونسب السلطة السيادية. لكنه بهذه الإجراءات يعني أمد الفراغ الموجود الآن في البلاد، وما في خطوة حتى هذه اللحظة تؤشر بأنه ممكن يتم اتفاق أو قبول حتى المبادرة التي طرحت الآن. بالرغم من الحرية والتغيير نفسها هنالك فصيل من وقت مبكر جدا رفض باتا وقاطع عدم وجود أي أجسام عسكرية في مجلس السيادة وخلافه الحزب الشيوعي. والآن هذه ده مجافاة لفن الممكن. تجمع المهنيين نفسه الآن يعترض على هذه المسألة بحكم أن هنالك ترتيبات مؤسسية، أي بأنك كأنما هو يرد الأمر إلى مظلة الحزب الشيوعي. ما نحن هسي بنناقش في حسنات ومساوئ التدخل الدولي أو تدويل القضية. وأنا بقول في دواعي دعت إلى التدويل، وفي ظل هذه الدواعي التدويل قد يكون يعني أخف الضررين. لكن حتى التدويل منقسم عليه في التيار نفسه. ما ليش ما هو المتبقي من قبله بالتدويل يعني يواصلوا في السير بأي حال من الأحوال، لأنه لا بد من وصول إلى حل محدد يعني، وتشكيل حكومة وإنهاء هذه حالة الفراغ التي سرعت شكلها التعليق في الهواء. سعادة الفريق أنا في المجلس العسكري كان له ترتيبات مسبقة قبل الإجراءات التي قام بها الحرية والتغيير في إطار التصعيد، ومما دعت برهان في أنه يخرج في خطاب ألقى كل الاتفاق الذي تم بينه وبين الحرية والتغيير. وظلت الأمور كما هي عليه الآن. تفتكر هل يمكن أن تبدأ الآن أي مفاوضات مباشرة بين الطرفين من ذات الترتيبات السابقة، أم تكون هناك ترتيبات جديدة مع الاعتبار أن هناك الآن المجلس يتحدث أن لا بد أن تستصحب كل القوى السياسية، لا بد أن يصبح هنالك حل مرضي لكل الشعب السوداني حتى لا ننتج يعني حرية وتغيير جديدة بعد توقيع اتفاق مع المجلس العسكري؟ والله أعتقد الآن السياقات اللي جرت في بالحكاية الطرف الثالث ورفض والذهاب، طبعا كان في آخر فقرة الوسيط طلب نقل المفاوضات إلى أثيوبيا، والمجلس العسكري رفض ذلك بصورة جازمة، لأنه أنت يعني في داخل البلد ما قدمت شيء. يعني الوسيط ذاته مع احترامنا له ما كان عنده يعني مبادرة واعية ترضي الطرفين. يعني هو نقل وجهة النظر
قوى الحرية والتغيير إلى المجلس العسكري. نعم. والمجلس العسكري طرح رؤيته. دائما كما ذكرت وأكرر هذه المسألة، أنا أعتقد حسا حاليا إذا كان يعني هذه المبادرة، مع احترامنا للدور الأثيوبي، إذا كانت هذه المبادرة بدأت كما أعلن عنها الرئيس الفاكير وبدأت مبادرة جنوب سودانية، كانت حتكون خيارات أفضل. ليه؟ لأنه تقاطعات الملفات السودانية مع دولة جنوب السودان هي أقوى. الأثيوبيا طبعا دخلت في هذه المفاوضات، يعني هذه ليست ساحة يعني نعرض كثير منها. نعم، لأنه استقرار السودان هو انعكاس سلبا وإيجابا على أثيوبيا. من هذه النقطة دخلت يعني، وليس لأي لمصالح نقطة شخصية، لمصالح أكثر من شخصية ومصالح يعني متوقع. لكن يعني أجندة جنوب السودان مع السودان، أول شيء حركات المسلحة، هذا واحدة من النقاط المهمة جدا في التفاوض بعد مرحلة التفاوض في المرحلة الانتقالية، جندة مهمة جدا. الوضع الاقتصادي ما بين السودان وجنوب السودان، الاتفاقية الآن المجمدة، واحدة من كانت ممكن تتفكك إذا كانت نجحت هذه المبادرة الأثيوبية. للأسف ساعات الفريق يداهم الزمن هذه جدا. هذه كلها يعني تقود إنه أنا متشائم صراحة. متشائم إذا لم تكن هناك تنازلات واضحة جدا للجلوس مع هذه الأطراف، المجلس الانتقالي سيتجه إلى المسار الصعب اللي هو تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة كل الأطراف طبعا بالتأكيد. إلا من أبى. والسودانيون يعني يملؤون كل الساحات في الداخل والخارج، خبراء ليس لهم علاقة بالسياسة، لأن السودان لابد أن يستقر، لابد أن المواطن السوداني يشعر بأنه هذه الثورة حصلت وهو يعني المطلوب. السعادة البروف الدومة، عذرنا الزمن حاصرنا ولم يتبقى لنا كثيرا، لكن آخر سؤال، كيف تنظر أنت لمستقبل التفاوض في ظل هذه التقاطعات الكثيرة؟ يعني سعادة الفريق له متشائم جدا من الوضع الآن الموجود، ما لم تحدث تنازلات من الطرفين. كيف تنظر أنت أستاذ العلوم السياسية ربما العلاقات الدولية، كيف تنظر لهذا المحيط المضطرب الآن؟ يعني في البداية أنا أحب أن أكرر نقطة كما كرر سعادة الفريق بعض النكات، أنا أكرر بعض النقاط. مستحيل أنه حل يرضي الجميع، ويعني الجلوس مع كل القوى السياسية ده، جلوس مع كل ده مستحيل، حل يرضي الجميع برضو مستحيل. وزي ما ذكرت، ما الذي يعني يمنع توافق سياسي يرضي؟ مستحيل، ما في تاريخ البشرية. وأصلا الأحزاب السياسية يعني إذا كان يعني بتتفق، ما كانت اعتنقت ايديولوجيه واحده اصلا، هم مختلفين، عشان كده كل حزب عنده ايديولوجيه مختلفه، لكن لابد عنده برنامج مختلف، عنده شعارات. ما هذه المنطقه الوسطى بيخضع للبارجينينج اللي هو المساومه السياسيه وكذا، وفي ناس يعني حتى ولو يعني يفشلوا الأمر والدولة تكون في حالة سيولة، وحتى ولو تذهب الدولة يعني لن يرضى بأنه في جهات يعني هي اللي يكون عندها القدح المعلى وكذا. ولذلك لو سمحت لي يعني لابد من النظر إلى الجهة التي تملك الكتلة الأكبر في الحراك السياسي، يا أغلبية بشرعية انتخابية يا أغلبية ثوري بالشرعية الثورية. لكن حل يرضي الجميع ده مستحيل، يجلس مع كل الأطراف ده مستحيل. إن شاء الله إلى يوم يبعثون ما يوصل لأي حل من الأحوال. ولذلك أنت السيناريوهات المتوقعة يعني خلال الأيام القادمة، السيناريو المتوقع واحد، إذا لم يكن هناك يعني جلوس مفاوضات مباشرة ليس من طرف ثالث والوصول إلى توافق، سيتجه المجلس العسكري للتوافق مع من يتوافق معه وتشكيل حكومة تصريف أعمال،
لفترة انتقالية قد تمتد إلى عام وبعد ذلك صندوق الانتخابات. شكرا جزيلا يا إخوة المشاهدين الكرام على صبركم لنا في مناقشة هذه القضية. إن كان الزمن لم يسعفنا كثيرا، عدد من المحاور كانت تنتظر الإجابة لكن ضيقنا الزمن جدا. أنا أشكر البروف صلاح الدومة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة البرلمان الإسلامية، شكرا لك بروف على هذه المشاركة. كما أشكر الفريق حنفي عبد الله محمد الخبير الأمني والمحلل الاستراتيجي، شكرا لكم على اللقاء على وجودكم معنا وتحملكم لنا جزيلا. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.